اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام ضمن برنامج شو مشكلتك. اليوم حلقتنا حنسلط فيها الضوء على قضية مهمة جدا وهي مشكلة الاكتئاب. فالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام، ويسمى ايضا اضطراب اكتئابي رئيسي او اكتئاب سريري. ويؤثر الاكتئاب على شعور الفرد وتفكيره وسلوكه ونمط حياته، ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية والنفسية والجنسية، وقد تواجه صعوبة كبيرة بالقيام بالأنشطة اليومية العادية لدى الفرد المصاب بالاكتئاب، وأحيانا قد يشعر كما أن الحياة لا تستحق العيش. ويعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف فحسب ولا يمكن الخروج منه بهذه البساطة. قد يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب أن يتحلى المصاب بالعزيمة والإرادة، ويتحسن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب بالأدوية أو عن طريق العلاج النفسي، وبذكر الله تطمئن القلوب. ومن الضروري عدم الاستهوان بهذه المشكلة اللي من شأنها أن تدمر وتقضي بحياة الإنسان بالكامل ويجعله يفكر بالانتحار. فمن برنامج شو مشكلتك بتمنى انه تحبوا انفسكم حتى تقدروا تحبوا الحياة والحياة تحبكم. الانسان بيمرق كتير بفترات عصيبة وقاسية وضعف، ولكن يجب عدم الاستسلام امام معركة الحياة، وممكن انه يتوجهوا الى المشايخ ورجال الدين لاعطائهم بعض النصائح والدعم المعنوي من رقى شرعية او اعطاء أدعية لإعطائهم الطاقة الإيجابية وذكر الله دائما. وودعكم على أمل اللقاء بحلقة جديدة. بدي بالختام أتشكر صالون دولي على الاهتمام بإطلالة اليوم، ودمتم بأمان الله وإلى اللقاء.